سامع بسيد الحلم؟ كنا نعرف اسمه ونسبه وكنا نعرفه بالكرم، ولكن كان حليم بشكل يذهل العقول، وتنقل إن الكتب عجائب من القصص عن فضائله. من هو؟ أولا يجب أن نفهم ما هو الحلم. وباختصار شديد، الحلم هو كظم الغيظ والتأني أو ضبط النفس، بحيث الشخص ما يغضب بسهولة، وهذا بالحقيقة من أصعب الأمور. من هو هذا السيد؟ هو الإمام أبو محمد الحسن بن علي المجتبى عليهم السلام المظلوم. ركز على هذه النقطة، كل هذه العائلة المقدسة يتصفون بالحلم، ولكن هو كان مشهور بهذا الأمر بين الناس. علقت بكلمة مظلوم لأنه للأسف قليل ما نذكر هذا الكنز العظيم من القداسة والأخلاق والعلم والمعرفة. هذا الإنسان الرباني كائن عجيب من الصبر والطهارة. هناك قصة لطيفة جدا عن الإمام الحسن عليه السلام. جاء في يوم من الأيام رجل كبير من الشام، وبالطريق رأى الإمام الحسن سلام الله عليه يمشي مع أصحابه، لكن طبعا ما عرف الإمام. قلبه حن ومال للإمام بشدة هيبته، فسأل من هذا؟ قالوا هذا الحسن بن علي عليهم السلام. الرجل اشتد غيظ على الإمام، لأن معاوية في ذلك الوقت كان خادع عقول الناس في الشام. الرجل صار يشتم الإمام ويصرخ ويشتم ويشتم والده. الإمام ساكت هادئ، غضب أصحاب الإمام، لكن الإمام أشار لهم حتى لا يتدخلوا. الرجل انتبه أنه الإمام ساكت وهادئ وصابر عليه وهو يشتم، فاستحى الرجل. تخيل وأنت في هذه الحالة، شخص غريب ومن دون سبب يشتمك، ماذا تفعل؟ لو عاملك إنسان بهذه الطريقة وكانت خصومة بينك وبينه، كيف كان يكون ردك له؟ أكيد تخيلت الموقف وكيف راح تغضب على هذا الشخص. لكن الإمام سلام الله عليه كان رده رائع جدا وغاية في الهدوء. بعد كل هذا جاء الإمام وسلم على الرجل وضحك كأنه لم يكن شيء، وقال: أيها الشيخ، أظنك غريبا ولعلك شبهت، فلو استعتبتنا أعتبناك، ولو سألتنا أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا أحملناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عريانا كسوناك، وإن كنت محتاجا أغنيناك، وإن كنت طريدا آويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك، فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضيفا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك، لأن لنا موضعا رحبا وجاها عريضا ومالا كثيرا. يعني الشخص يشتمه أو يصرخ عليه فقط لأنه حاقد على أبي، وهو يقول تعال إلى دارنا نضيفك ونكرمك ونقضي حوائجك. وين ممكن تجد مثل هذه المدرسة؟ وين ممكن تجد مثل هذه الأخلاق غير في هذا البيت الطاهر؟ حتى أن الرجل من شدة استحيائه تغيرت أفكاره كلها، بكى ثم قال: أشهد أنك خليفة الله في أرضه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكنت أنت وأبوك أبغض خلق الله إلي، والآن أنت أحب خلق الله إلي. وحول رحلة إلى الإمام وكان ضيفة إلى أن ارتحل وصار معتقد لمحبة أهل البيت عليه السلام. بالتالي بدل أن يغضب أو يخضع للشيطان اختار رضا رب العالمين أولا، أو ثانيا علم الرجل درس في الأخلاق. وكان دائما يقول: لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر في أذني الأخرى لقبلت عذره. لهذه الدرجة يجب أن يكون الإنسان طيب القلب. وأما ثالثا، كسب هذا الرجل إلى صفة، ورابعا بسبب اهتدى الرجل، وأما خامسا هذه رسالة بالأخلاق لنا وصلتنا من الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. لاحظ كم شيء فعل بلحظة حلم واحدة. بالنسبة لنا فعلا إذا نريد نسير على خط أهل البيت عليهم السلام يجب أن نتعلم هذه الأخلاق.
إذا فعلا نريد نكون دعاة لأهل البيت حقيقيين نقتدي بهم. والإمام الصادق عليه السلام يقول: كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير، فإن ذلك داعية. هي هذه الدعوة الحقيقية. يجب أن ننتبه أن حبل الدنيا قصير وفي أي لحظة ينقطع، وتفارق الدنيا وما تأخذ معك شيء، فلا تأخذ معك الحقد والكره والنفاق والأنانية. اترك أثر طيب يتذكرك به الناس. لما تموت الناس يبكون عليك ويترحمون عليك. لا تكون إنسان مكروه إذا تركت الناس ارتاحوا منك. كون إنسان محبوب يشتاق لك الناس. وما أروعها كلمات أمير المؤمنين عليه السلام: خالط الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. ونحن في هذا الشهر الذي هو شهر التغيير وليالي هي ليالي التقدير، يجب أن نقتدي حقا بأهل البيت سلام الله عليهم، وندعو ونكون دعاة لأهل البيت بالطريقة الصحيحة. لو الإنسان يصوم كل عمره ويحيي لياليه بالصلاة وهو سيء الخلق مع الآخرين، غير مقبول منه ويزداد بعدا من الله. علمنا أهل البيت عليهم السلام أن نكون حسني الأخلاق حتى مع الأعداء. وأختم بقول الرسول صلى الله عليه وآله: أفضل الناس إيماناً أحسنهم خلقاً.